طيب خلينا نروح لكابتن مجدي تراوي، نجم ومدرب فريق الترجي السابق. يا كابتن مجدي، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن اسلام؟ تحياتنا ليك. مرحبا. وانا كمان، ومرحبا بالضيف الكابتن احمد. يا اهلا وسهلا بيك كابتن، وباخواتنا المصريين كلهم. سعداء جدا بتواجدك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي يا كابتن مجدي، ودايما احنا والتوانسه واحد، يعني بنكسب بطولات بنخسر بطولات، ولكن في النهايه واحد. صحيح، من الايامات اللي كنا انا وياك في الملعب. يعني من ايام ما كنا بنلعب. صحيح، هذه الايام كانت ايام جميله، وستظل دائما العلاقه الكبيره والاخويه ما بين الكبيرين الترجي والاهلي علاقه كبيره جدا ومحترمه الحقيقه. صحيح صحيح، تبقى دائما يعني مباراة كرة قدم، تبقى ديما التشويق موجود فيها، تبقى ديما الدربي الكبير معناها بين زوج فرق الحقيقة من أكبر مقامة في أفريقيا، وفرق اللي عندهم خبرات كبيرة خاصة في الشامبيونز ليج. كابتن مجدي، الترجي تغير تماما عن الموسم السابق الحقيقة، يعني نتائج جيدة في الدوري، نتائج جيدة في البطولة الإفريقية، الوصول للنهائي الإفريقي، الظهور بمظهر جيد امام واحد من اقوى الفرق في افريقيا الان اللي هو سان داونز، وبالتالي من الممكن ان نرى مباراه، مش من الممكن، الاكيد تماما ان احنا سنرى مباراه كبيره تليق ما بين الكبيرين الاهلي والترجي. والله صحيح صحيح كابتن اسلام، الترجي عنده فتره من التوقف معناها نتاع كاس افريقيا الحقيقه، فتره التحضير اللي صارت يعني كانت فتره تحضيرات متميزه، قدوم لاعبين كانوا حلول كبيره بالنسبه للفريق، انتدابات نتاع كاس احنا كانوا متميزين، عطاوا توازن كبير للفريق، شيء ذلك خلى الترجي اليوم موجود يعني في الدور النهائي مع الاهلي بطبيعه الحال اللي هو زاد كيف قاعد يمر فتره متميزه بعد التاهل على مازامبي، معناها عمل اربع مباريات معناها على مستوى عالي، اربع انتصارات سجل فيهم يعني 11 الهدف، اللاعبين تاعو قاعدين ياخذوا في ثقه كبيره، لذا باش نتصورها تكون مباراه على مستوى عالي في الدور النهائي ان شاء الله. كل ما يشغل بال الجميع سواء في مصر وتونس هذه المباراة، وبالتالي طريقة لعب الفريقين، طريقة لعب الترجي في آخر مباراته الإفريقية أمام سان داونز كان التحفظ الدفاعي ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة سواء في تونس أو في جنوب إفريقيا، هل من الممكن أن نرى نفس طريقة اللعب دي أمام النادي الأهلي؟ والله شوف، هما كما قلت لك الفريقين الاثنين الحقيقة يعني يعرفوا بعضهم كما يلزم، ومتعودين يعني بالوصول للادوار النهائيه، وتعرف المباراه تكون مباراه شيقه معناها بين الاهلي والترجي. الترجي تعامل بالكي الحقيقه في مباراه سان داونز، خاصه في مباراه العوده اللي كانت معناها في جنوب افريقيا كما قلت انت، خاصه على الهجمه السريعه معناها الترجي كان قوي. الاهلي قاعد يلقى في برشا توازن خاصه على مستوى الدفاع، معناها شفنا معناها اللاعبين في المحور عبد المؤمن وكيف رامي ربيع الاثنين قاعدين يعملوا في مقابلات ممتازه، خاصه يعني هما زاد اللي لعبوا في المنتخب الوطني قاعدين يلعبوا، اذا قاعد ثم توازن في المحور كيف وسط الميدان، معناها امام عاشور قاعد يمر بانتعاشه كبيره بالنسبه لي انا، نفس اللاعبين اللي موجودين في افريقيا في وسط الميدان. الترجي زاد كيف لقى توازن بوجود اولو معناها اللي هو كلاعب ارتكاز امام المحور نتاع الدفاع، لقى توازن كبير الترجي وسط الميدان، ورجوع غالين الشعيري زاد في الفتره الاخيره اعطى حلول كبيره للترجي. الهجوم الثنائي البرازيلي يعني عندهم نقاط قوه خاصه كما قلت انت معناها على الهجمات مظبوط السريعه والمرتده، يعني باش نشوفوا مقابله الحقيقه الزوز فرق اللي يستحقوا باش يكونوا موجودين في النهائي موجودين، ونتصور اللي باش تكون النتيجه للمباراه الاولى الترجي ياخذ مباراه. انا نقول اذا كان الترجي ان شاء الله معناها بالنسبه لي انا وهذا رايي، معناها اذا كان حتى نتيجه يعني 0-0 في رادس بالنسبه لي انا نعتبرها
ايجابيه، خاطر الترجي يعرف يسافر، يعرف يمشي معناها خاصه معناها خارج ملعب نتاعو، يعرف يسافر ويعرف يعني يدير المباريات نتاعو. ودي مباراه نهائيه كما قلت لك بالنسبه للترجي التونسي، ما ينجموش يقبل خاصه في تونس في رزق، ما ينجموش يقبل الهدف اللي باش يخليه يقعد دائما موجود معناها في التتويج معناها على الكاس هذه ان شاء الله. طيب طريقة لعب الترجي واضحة وطريقة لعب النادي الأهلي واضحة، أفضل اللاعبين هنا واضحين وأفضل اللاعبين هنا واضحين، بتفرق إن تبقى المباراة الأولى في رادس والمباراة الثانية في القاهرة، أو المباراة الأولى في القاهرة والثانية في رادس؟ كانت أيام زمان وجهة نظر يعني إن الحاجات دي ما كانتش بتفرق معانا كفريق، معرفش دلوقتي شايف حضرتك إن هي بتفرق ولا لأ؟ ولا نشوف كابتن اسلام الحقيقه تفرق على مستوى الحضور الجماهيري. طبعا يعني نعرفه اللي نعرفه انا صحيح معناها نعرفه اللي جماهير الترجي في رادس الحقيقه تعطي دافع كبير برشا معناها الترجي التونسي كيف جماهير الاهلي في مصر زاد. واليوم تعرف معناها كابتن اسلام التنقلات تاع الجماهير هي اللي زاد تتعاون معناها في رادس، شفنا معناها تنقلات فريق الاهلي وحتى تنقلات قياسيه تاع جماهير الترجي معناها تعطي حافز كبير للاعبين. لذا بالنسبه لي انا نسالك الحقيقه ما عادش فما المباراه الاياب او هي اللي معناها تستقبل او تلعب مباراه العوده خارج ميدانك الحقيقه 50 50 معناها تنجم تفوز صحيح. حتى معناها جات الاهلي في تونس وفاز والترجي فاز معناها في مصر معناها في مباريات، وخاصه توا شوف ما عادش الحقيقه المباريات اللي تكون اقل ضغط ومباريات اللي تكون خارج ميدانك معناها نجم اللاعبين خاصه معناها فريق الترجي السنه شفنا النتائج اللي حققها خارج ميدان، ومعناها ياخذ مباراه مباراه كما قلت لك الاسلام ظهر لي الترجي هذاك تفكيره ياخذ مباراه 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 الذهاب عندها قيمه بطبيعه الحال، ما يلزموش يقبل هدف. انا اقول هذيك اهم حاجه بالنسبه للترجي، بعدين مباراه العوده نجم يكون جاهز فيها بطبيعه الحال. الاهلي فريق كبير هذا ما فيش شك، الاهلي زاد كيف عنده خبرات في الشامبيونز ليج معناها، وعنده معناها ارقام قياسيه في الشامبيونز ليج. الترجي يحب يضيف النجمه الخامسه هذه ما فيش شك، واحنا كتوانسه بطبيعه الحال نتمنى ان شاء الله الترجي معناها يكون متوج بالشامبيونز ليج هذه. حضرتك تتمنى الترجي وانا اتمنى الاهلي، والملعب هو الفاصل. الملعب هو الفاصل. يا ما شفناه مباراه كره قدم صحيح، شيء جماهير تتمتع، جماهير المصريه والتونسيه تتمتع صحيح بفاينل في قيمه الفريقين الاثنين ان شاء الله. حراسه المرمى سواء هنا او هنا كابتن اعتقد انها متشابهه في انه اثنين حارسي المرمى في الترجي شاب صغير، على الجانب الاخر ايضا في النادي الاهلي نفس الكلام. هل من الممكن مين اللي هيبقى له دور اكتر؟ اعتقد في مباراه رادس ممكن يبقى مصطفى شوبير له دور اكتر من ماميش. صحيح حضرتك شبان قاعدين يكسبوا في الخبره، قاعدين يتالقوا في عديد المباريات، بشكون عندهم كلمه زوج حراس الحقيقه بشكون عندهم كلمه. نعم. ونعرفوا احنا كابتن اسلام الفريق اللي يتوج في الاخير اللي يكون عنده يعني الحقيقه دفاع متميز وحارس خاصه متميز. وانا نصور يزوز فراس قد الفتره الاخيره قاعدين يتميزوا وقاعدين يقوموا بمباريات على مستوى عالي، باش يفيدوا الفريقين نتاعهم، واللي باش يكون حاضر اكثر على مستوى المباراتين الاثنين يكون جاهز اكثر معناها على مستوى الذهني خاصه يعاون معناها الفريق نتاعه، هو الفريق اللي باش يكون اقرب للتتويج. كابتن اخيرا علي معلول والمستويات اللي بيقدمها علي معلول مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. علي معلول ما فيش شك عليه لاعب كبير، لاعب الحقيقه قدم كثير للنادي الاهلي، لاعب اليوم مفتاح كبير بالنسبه خاصه على مستوى التنشيط الهجومي على مستوى الكره الثابته. لاعب مفتاح كبير معناها حل كبير بالنسبه للنادي الاهلي، ركيزه كبيره، خبرات نتاعه بطبيعه الحال ما نشوف فيها حتى حد معناها بالنسبه لي انا من احسن معناها الظهير معناها الظهير ايسر من احسن الموجودين في افريقيا، كان مش احسن ظهير ايسر معناها هذا ما فيش كلام. بطبيعه الحال اللي احنا نعرفوا القيمه الفنيه والقيمه اللي نجم يضيفها وقاعد يضيفها النادي الاهلي لعده سنوات معناها، وبطبيعه الحال
قاري نحسب الشيء هذا بالنسبه للتصور معناها بالنسبه للاطار الفني اللي موجود حاليا في الترجي. طيب اخيرا بقى كابتن مجدي، رسالتك للاعبين في ارض الملعب سواء الترجي او الاهلي. ولا نشوف الرساله ان شاء الله نشوفوا كما تعودنا معناها مباريات نهائيه على مستوى عالي من الفريقين الاثنين، ان شاء الله نشوفوا كوره معناها تمتع المصريين وتمتع التونسيين، هذه اهم حاجه معناها. صحيح. نشوفوا فينال معناها نهائي يفرج يعني يخلي الجمهور على الشياطين الاثنين يتمتعوا بكره القدم، وبطبيعه الحال ديما الروح الرياضيه ديما موجوده طبعا بالنسبه للمباراه الاياب ولا العوده، تكون الروح الرياضيه دائما موجوده. وفريقين الحقيقه من اكبر ما فما في افريقيا، كان مش اكبر فريق في افريقيا دائما فيش شك، كما قلت لك يستحقوا التواجد في النهائي، وان شاء الله يكون احسن على الميدان، يكون عنده تركيز اكثر هو اللي يفوز. بطبيعه الحال انا نتمنى كما قلت لك خلينا نتمنى فوز الترجي، وهذا ما فيش شك الترجي بالنسبة طبعا للنجمة الخامسة. يعني انا طبعا اتمنى فوز النادي الاهلي، وحضرتك تتمنى فوز الترجي، وده شيء واضح لكل الناس. ان شاء الله الملعب هو من سيفصل، ولو ربنا كرم وانا كسبت هتقول لي مبروك، لو ربنا يعني اراد ان الترجي اللي يكسب هنقول له ايضا مبروك، لانه واحد من الفرق الكبيره الحقيقه في افريقيا، وسيظل اسم كبير في القاره الافريقيه بطبيعه الحال. وذلك اهم حاجه العلاقه بين الفرق طبعا، علاقه طيبه وبين الادارتين وبين الشعبين الاثنين، علاقه طيبه، وان شاء الله طبعا تكمل كما قلت لك يعني المباراتين الاثنين يتعدوا ان شاء الله في كنف الرياضيين ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن مجدي على وجودك معنا. كابتن مجدي تراوي نجم نادي الترجي التونسي السابق ومدرب فريق نادي الترجي، وزي ما حضراتكم شايفين تظل دائما العلاقات المحترمه. يعني مجدي انا لعبت ضده في احدى المباريات يعني زمان، فتظل دائما العلاقات المحترمه واضحه للجميع، لانه الشعب التونسي من اقرب الشعوب لقلوب كل المصريين.